ودي هلا حاليا عمره 10 سنوات ومقيم معي هون بالمخيم. الأب ما أفقد من 2011، ما هو معروف عنه عايش أو ميت أبدا، والأم توفي. جبته أول محاولة من الشام على حلب، فتم اعتقاله بمطار كويرس لمدة شهر. عمره كان تقريبا 9 سنوات. حبسوني شهر من فرع، وشفت واحد أنا ماشي عسكريين ماشيين وحاطين واحد بالبطانية. قلت أنا انقطع قلبي ليكون أبي ميت، لأنه حكالي إنه عندي أب محبوس. بدينا جبناه من غير منطقة، من دير الزور أو من هدول المناطق. ضل تقريبا 15 يوم على الطريق. جيت لهون فمرات عمي راحت وجابت لي أواعي، وكان بعطوني بدون أواعي بس ببنطلون، وهذا كانت الدنيا شتوية. جيت لهون ما لقوا اللي وراه وصاروا يدوروا لي وراه ما لقوا. بيعاني لحد الآن من عدم وجود أي ورقة أو إثبات أو أي شيء حتى يدخل على المدرسة. أحب إني أتسجل بمدرسة وأتعلم وصير دكتور. عم ما حدا قبل، ما حدا قبل.